fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Thank you, hi لكل المشاهدين. Hi Rania. Hello Albert. كيفك؟ صباح. Ready? Ready. Ready لآخر حلقة من هالموسم من السنة. من Christmas Village ومن السنة كمان. لا أنت بعدك على الهواء بكرة عشية، ناطريني كلنا لنشوف شو توقعات السنة الجديدة، بس على كل حال نحن هلا بـ Christmas Village بالحلقة الأخيرة لهالموسم live من Aishti by the Sea. خلال الحلقات شاركتوا، جيتوا زرتونا، شاركتوا بالجيمز يلي موجودين هون وشاركتوا بالجيمز يلي على التليفون وتعرفتوا على فنانين بتحبون وسمعناهن وشفناهن عم بيقدموا performances حلوين. أول شيء بدي أقول thank you لهالدانسرز المهضومين من عند رائد مراد يلي شايف قد ايه بيرقصوا دانس صالون تمام يعني. وبدي أقول إنه اليوم رح بيكونوا معنا ألين لحود وجورج نعمة لحتى نسمع أصوات رائعة، ورح بيكون في مفاجآت بين ألين وجورج. أكيد خليكم معنا، ما تنسوا تتصلوا، ما تنسوا تتوجهوا على Aishti by the Sea لحتى يكونوا الأولاد عم بيشاركونا بالألعاب ويربحوا جوائز قيمة أيضا. زهرة يا فراشي نقيلي وزهرات البقل الشارع على شعرة تشكيلي. نقيها بلون المرمر وحكاية النار وتراب الجرد الأسمر والثلج الختيار. ومن حلم الوادي الأخضر عن فوان الغار، ولو بعرف أوصف أكتر ما بقلك نقيلي لك. نقيلي أحلى زهرة يا فراشي نقيلي وزهرة البقل الشارع على شعرة تشكيلي وعلى شعرة تشكيلي على شعرة تشكيلي.
لأيشتي هوم سوليوشن هون. هلأ نحن بسكشن زاها حديد. زاها حديد شيز ان إراكيان ديزاينر معروفة بهر كونسبت بالشيبس اللي بتعملهم هي بالأكسسوريز تبعه وبالفرنتشر. هون لزاها حديد في عنا الأكسسوريز تبعه وفي عنا فرنتشر لقرأ. الفرنتشر في عنا تيبلز وفي عنا البنش لقرأ. البنش اللي هو أول بروتوتايب بتعمله. وفي عنا التيبلز. التيبلز عندها هي عاملة منهم 5 colors. أوكي؟ نحن عنا البلاك والبلو. وكل واحدة مرقبة. البلو مثلاً هي الـ 1 out of 5 والبلاك هي الـ 2 out of 5. وفي عندك الأكسسوريز كمان لقلها. اللي عندك candle holders, vases, tea lights, diffusers. وفي عندك سنتر للطابل. والماتيريالز تبع اللي بتستعملهم هي في عندك كريستال, في عندك بون تشاينا. في كتير عالم ما بيعرفوا شو البون تشاينا. البون تشاينا هي bones of the cow. واللي هو أغلى شيء بيستعمل كبورسلان إذا بدك. هي يعني كذا حديد هي بتستعمل كل شيء. يعني شو بدك كل شيء خاصه بالكيتشن, كل شيء خاصه بالديكوريشن, بالفرنتشر, كل شيء عندها. أكتر شيء بحبه عندها هن الفيزز والكاندل هولدرز. لأن الشيب تبعهم كيف تعملهم هو يعني she has her own design. بتعملهم هي أكتر شيء بالفيزز والكاندل هولدرز. وفي عندك التشيس كمان لإلها. التشيس اللي هو كمان is one of the best pieces اللي عملتهم. في عنا بعد زاها حديد بنش اللي هو اسمه المون سوفا. هيدا كمان بنحط بالانترنس بالبيت. ايتم زاها حديد كله بس اكسكلوزيف لأيشتي هوم سوليوشن. حضرنا سوا ريبورتاج لديزاينر بنحبها كثير لانه قريبه علينا اكيد عراقيه وبريطانية زاها حديد. كولكشن لأيتمز حلوين كتير موجودين بـ Aishti by the Sea. أما هلأ برجع أنا بقول هاي لألين لحود ولجورج نعمي. أهلا وسهلا فيكم. وأخيراً التقينا على الست أنا وجورج نعمي. عطول برح بحضرك وبسمعك وبشوفك بالحفلات وبالأعراس وأول مرة منكون سوا بإنترفيو. الأجواء الحلوة يعني ألين لحود حبت كثير هذيك المره, حبت كثير تنضم لنا. اشتقت لكم. ما يعني ما لحقنا نحكي معها هذيك المره للحقيقه, وهيك ربحنا وجودك اكيد اليوم. وهيك اللوك بيطير العقل. حسينا انه عن جد قرب نيو يير. كيف تحضيرات؟ روق. انا هالسنه روق مع اصحابي, مش كثير محمله حالي يعني زياده عن اللزوم. حبيت السنه يكون هيك جمعه مع الاصحاب. على عكس جورج بتصور هو حلو الرواق فعليا. يا ريت بس يا ريت نزعله بس ما بتزبط الموسم يعني. فعندنا سهرة بطبيعة الحال بكرة بس ما نقول واحدة واحدة بس كرمال نرتاح ندفي مش كرمال شيء وكرمال ما نسوق على الطرقات لأنه كوارث صراحة. فبناخذ احتياطاتنا. وين راح تكون؟ بيروت ميوزك فانيو دبي. وهيك على أمل السنة الجديدة. كيف العائلة كلها؟ العائلة حدد بكل قشة لفة يعني يعني في حدا صوته مش بيطير العقل عندكم بالعائلة؟ صامتين ما بعرف. هالجان قوية كتير البذرة ما اسم الله عليكم. الكل مناح الكل مناح. وآخر شيء كمان هيك عملنا شيء سوا كمان نحط على الـ MTV وراح فايرل على السوشيال ميديا. كان كتير لذيذ. كان مثل هيك مثل معايدة عائلية لل 8 إخوة عم بتغنوا مع بعضكم أكابيلا أوريجينال. هلا بركي بنرجع نحكي عنه بعد شوي. وهيك العائله يعني عيد. العيد هو عائله بالاحرى يعني. صح اكيد. رح نحضر الفيديو بعد شوي على كل حال. رح نرجع نحطه خلال الحلقه. والمحله عم بغني ما عم بعمل مقابله بدي احكي. واثنيناتكم يعني عيال الفنيه. اثنيناتكم العائله مهمه بالنسبه لكم. فهالاعياد بتصور يعني كمان اتس ان امبورتنت تايم هيك قليل يعني انت لتفرسي ولتركزي شوي مع الاصحاب والاصدقاء يعني أكيد. بعد السنه القويه اللي عشتيها. لا يمكن بعتقد هاي الفتره الوحيده اللي فينا نجتمع فيها لانه كل السنه كل واحد بيكون متفرق بمطرح شغله وسفره. فهيدي بعتقد احلى فتره لانه كلنا فينا نجتمع لنفس السبب. شو امنياتك للسنه الجديده اذا فينا نقول؟ يعني دائما باخر السنه بنعمل هيك مثل منرجع منشوف شو اللي تحسن. صح. شو اللي كان سيء منفكر ببعدين. ليك انا هلا كلنا بنتمنى دائما اشياء نفس الشيء الصحه والخير والسلام. انا بقول يا ريت بنتعلم كل واحد من غلطه كل سنه لانه اذا كل واحد جرب لوحده يحسن بعتقد في كثير اشياء بتتحسن عامه. بس بدك واحد يقتنع يبلش من حاله. نحن كثير هين عنا نطلع غيرنا شو عامل نظير. فانا بقول كل واحد القصص اللي اثر فيها بالسنه او اللي اثرت عليه سلبا يجرب يخفف منها بحياته بركه بتتحسن شوي السنه الجديده. جورج عامل مثل رانيا. شو التمنيات تبع 2017 اللي تحققت معك السنه واللي باقيه اللي بدك تتركها للسنه الجايه؟
التمنيات على الصعيد العملي إذا بدك كلها كانت إيجابية الحمد لله. وهذا شيء أكيد بده يتطور دائما من سنة لسنة، بتحط خطوات جديدة وعلى رواق، من النوع اللي بيستعجل على شيء. فلا الحمد لله من الناحية كانت ممتازة. من الناحية يعني أنت عايش بلبنان بالنهاية، عرفت كيف؟ في كتير قصص بتتمناها ما بتتحقق، وما بعرف صراحة إذا هالتمنيات بتتحقق إذا تمنيناها هلأ إنه يصير الوضع. هلأ نحن بنتمنى ومنكثف التمنيات، بركي ممكن بقى إنه يكون في أمل تتحقق. ما بعرف إذا التمنيات تنفع بقى صراحة، فبقول إنه إن شاء الله يعني شو بعرفني. شو بين قال بك حالة؟ إيه يعني غير هيدا. على كل حال أنا اللي فيني أقوله إنه التمنيات ولحالة الأمنية وبتمنى وبحلم لحاله ما بيكفي، يعني إذا كان ما عم يتنفذ على الأرض بعمل جدي يعني أكيد ما رح يمشي الحال. هيدا الشيء الوحيد اللي بينا إنه نشتغل نجرب نعمل شيء نقدم شيء، وكل حدا فعلياً مثل ما قلت قليل يعني أكيد إذا بياخد يعني وبدرة فردية هو يحسن حاله بتصور الوضع بيصير، بس كل العالم بتحسيها مبنجة شوي في بنجة عمومة عن جد. خلينا بقى شوي بجو موسيقى، ما نحكي كتير غير أمور. شو فينا نسمع منكم شي بدون موسيقى بدون بيانو؟ نسمع هيك صوتكم النقي صوتكم الحلو، شو فينا نسمع هيك شي نسمع المشاهدين؟ ما ضروري سوا، إذا مش محضرين وبتفضلوا كل واحد يسمعنا مقطع كمان ما في مشكلة. بفتكر ما عندهم مشكله بالارتجال على فكره، ولا جورج ولا علين، يعني في باك جراوند بتكون شيء للميلاد ولا ما ضروري؟ ما ضروري ما ضروري. هلا صرنا بنيو يير بدنا نحتفل هيك، وي ونت بارتي. رح غني شيء من اغاني امي. يلا. وعدوني حب وعدوني واخذوا المراسي، وعدوني ويمكن نسيوني وسكتوا المواويل، يا ريتن بعدن على وعدن ما شفت الراحة من بعدن، يا ريتن بعدن على وعدن ما شفت الراحة من بعدن. وعدوني حب وعدوني واخدوا المراسيل. يعني كيف فجأة صوت ألين لحود الفرح اللي بيعطي كل الانرجي بوزيتيف بيصير هيك عنده هالحنين هالنوستالجيا، فينا نقول هيك شوية حزن كمان، هل هو تأثير غياب الوالدة أو الأغنية بحد ذاتها؟ ليك حسب، أكيد الغنية بتأثر لأنه بديك تفهم المعنى وتعيشي، ما فيك تكوني عم تغني غنية فيها نوع من النوستالجيا وتكوني بغير مود. ليك أنا ذكرى أمي فرح لألي على طول، يعني رغم الاشتياق رغم الغياب بتضل ذكرى فرحة لألي لأنه هي بطبيعتها كانت حدا إيجابي. بس الغنية بدك تعيشيها مثل الدور، مثل ما فيك ما تعطيها من إحساسك. ف كثير حلو. شو جورج؟ على دوري؟ نسمع؟ هل يا عمي بدي لكم شيء قلبي بحياته ما أصر هالقد إنه يسمع أغاني بتغني معنا بقى بليز. أنا هلأ كتير بنغني مقطع من شو عملتي آخر غنية نزلتها، بتساعديني فيها زبطة. شو بتطلع أحلى إذا بدكم أنا بعملكم كورال ما في مشكلة منوطيها نتفي. له 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 شو عملتي، ما عرفت إن كانك هاي إنتي، مش عم بقدر صدق انك هيك فجأة تغيرتي، وله له 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 شو عملتي، ما عرفت ان كانك هاي انت، مش عم بقدر صدق انك هيك فجأة تغيرتي، كنت اطلع بعيونك اعرف شو بكي، من شفافك اعرف فرحاني او عم تشتكي، كنت اطلع بعيونك اعرف شو بكي، شو بكي مش فافك اعرف فرحاني وعم تشتكي، صرتي مثلك مثل الكل وشكلك عليكي بدل، عم شوفك ساعة وبمل، مش هيدي انتي، انا مش عم بقدر صدق انك هيك فجأة تغيرتي، وله له 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 شو عملتي.
نايس نايس. جورج قال لي راح اتركهم لدقائق قليله، انا راح اطلع على تنش اف ام من اشتي باي ذا سي على مكان المطابخ، في شيف راح يعمل لنا ديسير. راني راح تكمل معكم لبعض دقائق وراح نرجع نسمعكم وراح نرجع نشوفكم بي سي الحلقه. بدو الديسير بس لحظه بس بدي اقول شيء، قلنا اربع اسابيع انا هون بس صدقوني عن جد يعني ولا عرفت شو الديسير ولا دقت الديسير، بقى اليوم ضيوف طلبوا مش انا عيب. رح اعمل افور اوكي خلص ديل 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 لما نطلع نحن لعندك. اهلا وسهلا يلا let you for a few minutes. ثانك يو البير بنشوفك لنتابع بحديثنا. جورج عندي سؤال هيك بادر على ذهني السنه الماضيه لما انت كمان كنت بمكان ثابت وكنا عم نحكي عن الروت، هل هالشيء اثر على باقي اعمالك على الحفلات على الاعراس؟ يعني ما بتحس انه هون فيها نوعا ما هيك شويه؟ لا ابدا، ولا مره كنت اكسكلوسيف انا بي ولا محل، انما بعمل مطارح ريجولر يعني. وثاقبت انت رحت سهرتي وحضرتينا مره بالروت عم تحكي ولو اكيد كمان. لا هو ابدا بالروت بغير محلات بلا ما نسمي بقلك شغله قصه النايت لايف عموما. نعم. انا ابدا مني ابن نايت لايف ولا بتاع ليل صراحه بقولها. بس اليوم للاسف بهالبلد مع يعني المسارح ضاقت كتير، يعني انت تعملي انت حفلات ريجولرلي يعني جمعيه بمسرح ما حدا بيحضري، فلجأنا على انه نحول الشيء اللي بنقدمه بالليل لانه العالم كله سهيره، وهذا شيء منيح لنا بمطرح لنجيبهم يسمعوا الشيء اللي نحن بنقدمه، بس مش يعني محدودين بهذا الشيء او هذا المطرح. بالعكس نحن على طول نعمل حفلات على مسارح، على طول بنحضر لمهرجانات، وفي عندنا مشاريع عم نشتغل عليها اكيد على صعيد موسيقي ما حط، لانه نحن جايين من هذا الباك جراوند يعني. بس هذه الوسيله ما بدي اقول للاسف انه هي الوحيده لانه بس هي يعني كمان تجربة حلوة ممتازة ممتازة وبتخلي أكيد الناس ما يضيعوك كتير أكيد كمان أكيد. يعني فهيدا الشيء أكيد ما بتأثر على غيره طالما الواحد عارف حاله شو بده، فالحمد لله لهلأ سالكة يعني. بعد ما بلشت مثل بس قالين مثل ما بنقول هيك فنانة الشاملة، مع أنه أنا مش كتير بحب هالتعبير هيدا، بس كمان تمثيل مسرح تلفزيون سينما، وأنا ما بعرف إذا مزبوطة معلوماتي أنه في شيء كتابة هلأ جديد. مزبوط. شو القصة؟ وكتبت مسلسل قبل صورناه. أنا أساساً لأنه درس إخراج وتمثيل فبتعرفي بتتعلمي كتابة السيناريو سين سوا نفس الشيء. إيه صح مزبوط. وين درستي هذا؟ باليسوعية. انا بالكاسليك. اوكي. فكتبت انا من يما لكن وهلا عم بكتب فيلم. نعم. قررت من فتره اكتب فيلم، قصرت كثير لانه كنت عم سافر كثير على مصر تصور بروجرام من سنه، فتاخرت بالكتابه. هلا قررت ارجع اكبس شوي لانه شو الفكره؟ الفكره هي قصه اجتماعيه بتخللها كثير احداث، منها قصه حب منها دراما شيء ممكن يصير، يعني بتحكي عن كوبل في فرق بالعمر بيناتهم، الرجال اكبر بكثير من مرته ولاسباب صحيه بيصير في نوع من بروده بيناتهم، وبيجرب بده يرجع هيك يحسن شوي الوضع، بيصير معهم حادث سياره بيقلب لهم كل حياتهم كمان، وهون بتبلش مرحله جديده. استوحيتي من شيء صاير؟ ليك استوحيت من كثير احداث، استوحيت من كثير حالات اجتماعيه بعرفها وطورت انا على ذوقي يعني. هلا بعد بدي استفسر منك اكثر من هيك، بس بدي اطلب منكم انه تضلوا معنا اكيد. نحن رح ننتقل لعند البير على المطبخ لنشوف كيف بلشت التحضيرات مع الشيف البير. رانيا انتقلنا لمطبخ جديد بقلب اشتي هوم سولوشنز ضمن يعني كل التشويس اوف مطابخ يلي موجوده هون والتجهيزات يلي مجهزه ويلي حاضره للبيوت. هاي شيف كيفك؟ الحمد لله. شيف بيير صياح الشيفيه موجودين بمطعم مون بلان يلي هو نويت لنشوف ونقدم مندوق البيسير. رح نشتغل او رح يشتغل الشيف على مينيموم بلون سمول بورشنز. نعم. اول شيء المونبلون هي بتتلف من شغلتين يعني هي المرينج بالاساس والكريم دو مارون. الكريم دو مارون ونحن عندنا شوي مختلفه اجمالا عن الكريم المارون اللي بتعرفها العالم. عندنا المرينج اللي هو بتتلف من زلال وسكر 100 جرام زلال 200 جرام سكر، والكريم دو مارون يلي نحن عندنا فيها 200 سوري 40 جرام زبده 100 جرام بات دو مارون 150 كريم دو مارون و15 جرام ويسكي. اوكي شغله سهله هينه كثير رح تكون كثير طيبه وكثير سهله للناس اللي بحبوا هيك ياكلوا مون بلون سريع، احسن ما واحد يكون عنده مون بلون كبير.
Tiny portions, canapé style. As they shouted out with glee, Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Looking good. And if you ever saw him, يعني بلحظات حضرنا صينية مونبلان بوشيت مهضومة. شيف طلبوا مني انه نزلن هالصينية وندوقن على اساس كل مرة عم ندوقن لوحدنا، فرح ننزل هالصينية لعند ضيوفنا. رح ناخذ بريك ونكمل كريسمس فيليج. Thank you, Aline. جورج لاحظت كيف بيتغير صوته؟ بيتحول الصوت حسب الغنية. حسب الغنية طبعا. أكيد. بس هيدي شغلة يمكن يعني شغلة مهمة بحياة فنان إنه يكون يقدر يتأقلم مع كل الأجواء أو مع كل ألوان الموسيقى، يعني ما هيك؟ إيه طبعا، يعني كل غنية وإلها أسلوبه. صعبة أكيد، ما أنا شغلة سهلة الواحد يقدر يغير بأسلوب الغناء. بده يكون عنده شخصية كمان، إذا بدك كممثل بده يكون عم بيعرف كيف يوصل الكلمة مع اللحن بمعنى معين، بده يمثلها بالمغنى مش بس يسمعها. وهذا شيء إجمالا قليل لتلاقيه اليوم بالمدارس الغنائية المعاصرة، يعني كتير صارت معاصرة، ما بقى في عندك إنه حدا بيفكر شو عم بيغني وكي، فمشان هيك وبيعيشها يعني وبيعطي الإحساس اللي لازم يعطيه يعني. صحيح صحيح. بين أغنية وأغنية. تمام. جورج، انعرفت ببداياتك بأغاني رحبانية وكتير لزيادة الرحباني. ما في حدا ما مش مأثر بزياد رحباني مبدئيا، يعني اكيد بمرحله يعني كنا دائما نقول جورج جورج اللي بيغني للرحابني ولزياد الرحباني، يعني هيك بالاول كان. بتحس انه كلون غنائي بتكمل بهاللون؟ هلا انا مبدئيا بغني اللون اللبناني اذا بدك، وانا كمان صار لي الفرصه انه اشتغلت مع فيروز ومع زياد بعمر صغير، كنت كتير صغير، وهذا الشيء اعطاني كمان إذا بدك بعد كتير حلو بتشوفي كيف بصير الشغل يعني. وكانت مرحلة كتير حلوة، بس إنه الواحد بده يعمل هو قصص لإله، بس ما في ينكر المدارس يعني. زياد رحبان اليوم مدرسة بتصور يعني مش قليلة أبدا أبدا، بالعكس يعني شيء حلو. هلا عم نحكي
صار في عجيب اليوم. بطل اعرف نحكي هلا على الحلو. يعني منيحني من الاول يا ريت من الاول الضيوف وطلب قديش كون غاليين عارفه لقلبك. عم نسمع وعم نتابع. هيدا مون بلون؟ هيدا مون بلون، ميني مون بلون. هلا انا ما رح اقدر كثير بعد شوي. ايه. بيش ما نحطها عشان رح نحطها هلا. ايه تفضل. اهلين دقتون؟ لا ما صدقي ما دقتون. بصدق اذا بدك ذوقوا خبرنا شو الاجواء. شهوة بديتك. فكنا عم نحكي عن شو النمط اللي بغنيه، فاكيد انا بفتخر بال يعني العالم شو بتحكي ولما تقول انه لما تعمل لينك بالنهايه زياد رحباني اسم كثير كبير، مجرد ما حدا يعمل لك لينك له هذا شيء منيح يعني كثير. اكيد منيح. بس طبعا هلا اللي عم بحضره هو قصص لإلي. وجورج انت كمان بتكتب وبتلحن حتى وديع ونصري شمس الدين وفيلي موهبه وزكي نصيف، وفي عندك فنانين لبنانيين كتار كتير. انا اذا بدك على طول بجرب غني للكل اكثر، بس انطبعت بمرحله المراحل ما بعرف ليه انه بس زياد. لا مش بس زياد بتكتب كمان يعني اغاني بتلحن، يعني كيف بتنسي او دراستي الموسيقيه كنت درست كمان اوركستراسيون كتابه يعني، فكنت اكتب بمرحله من المراحل موسيقى افلام موسيقى تصويريه، فعندي كثير قصص كتبها بس لمشاهد سينمائيه بتعرفي موسيقى الفيلم يعني اصعب الاشياء. فاكيد في قصص يعني في غنيه مثلا من الاغاني اللي عملتها بتتذكري انا ملحنها من زمان، وفيها غايمه رجعت لحنتها انا وخيي الي نعمه. نعم. وفي قصص انا عم لحنها بس ما عندي اذا بدك مشكله انه جرب اسمع غيري شو ممكن يعطي الحان كمان، لانه ممكن يعني يكون في هنك معين عند ملحن انت ما عندك هيك، مثل ما انه انت ممكن يكون عندك شيء غيرك ما عنده، ففاتح الاحتمالات كلها. شي مره كتبت لعبير اختك؟ في شيء محطوط بالجرور مثل ما بيقولوا، مفترض نبقى نعمله سوا ديو انا وياها، وانا وعبير لحنا سوا اشياء يعني لحنا بروجيات ل أبو ظبي كانت أساس مع أوركستر عاملين كذا عمل، بس ذات طابع ثقافي جدا يعني منه كوميرسيال أو بيتنزل، بس أكيد مفترض ننزل شيء سوا. وعبير عندها كمان يعني تعرف تلحن كتير كتير منيح، وعطول لما نجتمع سوا الناس بتستغرب إنه كيف الواحد بيلحن مع حدا، إنه أنت جملة هو جملة كيف بتصير. لا هي قصة أخذ وعطى يعني، ممكن حدا يقول شيء على مع الاثنين بتعمر عليه بتكفي، صعب شوية تنشرح بس بيطلع نتائج كتير حلوة جميلة لما أقعد أنا وعبير نشتغل. قالين لاحظت شغلة لما نكون موجودين هون بأشتي باي ذا سي، الناس إجمالا نصها بتتفرج علينا نصها بتكمل اللي عليها، لما حدا منكم أو حدا إجمالا يبلش يغني الناس كلها الموجودة هون تتجمع وتبلش تسمع، كأنه الناس عطشانة لفن لشي مختلف. ونعرف أنه الغنية والفنون إجمالا رسالة، ضروري يكون في رسالة، وشو هي رسالتك؟ هو الفن انا بقول بعد اكثر من رساله هو علاج بمطارح، لانه اذا كنت انت متضايق بتسمع موسيقى بتروق، اذا معصب في موسيقى معينه يمكن بتفشل لك خلقك، فايه بحس الناس بحاجه لشيء اول شيء يفرحهم، ثاني شيء يروق لهم اعصابهم لانه كلنا متوترين. الفن منه رساله وحده، فيها تكون عده اشياء، فيها تكون رساله وطنيه، فيها تكون رساله انسانيه، فيها تكون رساله حب. انا بالنسبه لإلي الفن هو شيء بيجي من القلب، طالما انت عم تعطيه من قلبك عم يوصل للناس، يعني كل شيء بتحس الناس مبسوطه فيه يعني هو صادق، وكل شيء بتحس الناس انه بتقطع من حده كانه ما كان يعني في شيء غلط، انا بحس هيك الفن بالنسبه لي. هو تعبير كمان، وانت بتقولي قالين انه هو صح. تعبير يعني بتعبري من خلال الفن، ومثل ما كنا عم نحكي يعني او عن حزن او عن فرح او عن غضب يمكن ببعض مزبوط. الاحيان مزبوط. بس الغنى والتمثيل والكتابة يعني مختلفين عن بعضهم بها التعبير هيدا، يعني اليوم بلشت بالكتابة كمان أو أنه رح تكملي وتحترفي فعلاً الكتابة، رح بتساعدك لتعبري عن أشياء غير اللي كنت تحكيها بالأغاني؟ ليك رانيا بيلحقوا بعضهم وبيكملوا بعضهم، هلأ فيك كل واحد تفصلي عن التاني بس فيك تجمعيهم مع بعض، وهذا الشيء الحلو يعني بالنتيجة بالغنية أنت عندك الكلمة يعني عم تكتبي نص، عندك اللحن لأنه عندك الموسيقى، وعندك الشخص اللي عم بيقدم، مثل ما كنا عم نحكي إنه لازم كمان تعيش الحالة وتصدقيها وتفهمي شو عم بتقولي، فبحس أنا كلهم بيكملوا بعضهم وكل واحد بمطرح بيوصل رسالة معينة، إذا اجتمعوا مع بعض شيء كتير منيح، وكل واحد بإطار معين كمان حلو إنه يقدر واحد يستخدمهم ليوصل لشيء بيفيد.
رح نحضر هلا ريبورتاج شو النشاطات يلي موجوده هون بعيشتي باي ذا سي وشو الاشياء يلي عم بتفوتوها لما ما عم بتكونوا موجودين معنا. من بعد الريبورتاج رح يكون في لعبه مع الاطفال وما تنسوا تتصلوا بعد شوي لتشاركوا بلعبه اليوم. ريبورت هلا نحن بسكشن سوايا ان موروني. سوايا هو ويليام سوايا ليبانيز ديزاينر، موروني هو باولو موروني ايطاليان، اثنيناتهم لهم فوق ال 30 سنه بيشتغلوا مع بعضهم. معروفين هن بالفرنتشر وبالاكسسوارز اللي بيستعملوها. عندك البينك دايم تيبل هي ون اوف ذا بيست سيلينج عندهم، في منها بدبي وفي منها بكذا مطرح غير. هن معروفين بالكولرز اللي بيستعملوهم. في عندك الماتيريالز اللي بيستعملوهم هن الهاي دنسيتي بولي بروبيلين، الود كله اغلبيته بيستعملوه هو هاند ميد. الاكسسوارز عندك مثلا الكاندل هولدرز والتريز والكوسترز كله بيستعملوا الوان ريد جرين اورنج، كله بولي بروبيلين وكله هاند ميد. في عندك بالتيبلز بالسايد تيبلز مثلا اللي عندك الجيرلز بيست فريند هي هاند ميد معموله على شكل دايموند، من فوق التوب تبعها بيجي هاي دنسيتي كمان بولي بروبيلين. كل العالم بتحب تهدي الوان فرحه خاصه بعيد الميلاد. بسوايا ان موروني موجود كل شيء الوان اللي بيحبوا يشتروها ككريسماس جيفتس، وموجوده بس اكسكلوزيف بعيشتي باي ذا سي. اوكي تايم لاول لعبه معنا والمشاركين هن. هاي شو اسمك؟ جوليانا. وهون عنا كلوي. هاي كلوي. الين وجورج حدا بيحب يساعدهم لجوليانا وكلوي لانه عندهم مهمه كثير صعبه انه بوقت كثير سريع بدهم يحطوا كل الكينز اللي موجودين هون على الحبلة ورح نشوف مين رح يكون أسرع. أنا بساعد. يلا جورج. ألين رح تساعد كلوي. يعلقوا هول الكان على ال... أوكي. جورج رح يساعد رح يساعد جوليانا. ما فهمت اللعبة؟ ليك بدها كتير تركيز. بدنا ناخذ هول الكينز. عم ياكل مون بلون مش فاضي. ونحطهم على الحبلة. ملهي بالمون بلون. ريدي؟ كل واحد رح ياخذ ميلة. وان ما لازم تدقوا بالحبل، لازم تفلتوها هيك وتعلق. عرفتوا كيف؟ هلا بيفسروا لكم. يعني كيف بنشر الغسيل تقريبا؟ صح. هيك زيت صح. الشيء هي. شو جوليانا رح يساعدك او رح يخسرك؟ يلا جو بلشنا هون. هيك شو موضوعنا؟ محمسين اثنيناتهم. اوه عنا الين ريسبكتينج محترمة وينين اللعبة؟ يعني ماشي الحال. أنا بالوقت رح ألبير نقي ليكادو. صاروا هون ميرسي فيري ماتش. والله أنت جبت لنا حلو اليوم بدنا نساعدك وهيك. ألين هذا كادو لكلوي رح خليك تقدمي لإياه، وجورج نفس الشيء كادو لجوليانا، اثنيناتكم ربحتوا. مبروك لجوليانا. ميرسي لأنه اشتركتوا. فينا نفتح الكادويات ونشوف شو ربحتوا من عند عيشتي؟ مروحة ايدها كمان، بشو مروحة اصبعي؟ بدي اعطيها ميكرو لنسمعها. نسيت. اوف واو هي كل يوم في اصابة. اتس ا جود ساين. شو رايكم بالوقت؟ رح اذكركم بارقام التليفونات 04717716. في اثنين اكستنشن، اكستنشن واحدة هي 200 واكستنشن ثانية هي 100، فاتصلوا فينا لتشاركوا بتحذروا اسعار الايتمز اللي رح نختارهم وتحصلوا على جوائز قيمة من عند عيشتي. بريك ومنكمل حلقتنا. تتذكري آخر مشوار وآخر بوسة بهاك النهار، تتذكري كلمة حبيبي شو الدنيا كانت غريبة، قصتنا الغريبة تتذكري آخر حوار وآخر كلمة بهاك النهار.
تتذكري كل الدمعات شو مزعنا بوقتها ذكريات بقصص غريبة شو سمعتي دخلك اشياء صدقتي الاخبار من عالم كان يغاروا وفي مثلن كتار شو سمعتي دخلك اشياء صدقتي الاخبار من عالم كان يغاروا وفي مثلن كتار ما بعلمي كنتي بتحبيني اذا مش حب بتعزيني بعلمك انتي بتحبيني اذا مش حب بتعزيني ما بعلمك انتي تحبيني اذا مش حب بتعزيني ما بعلمك انتي تحبيني اذا مش حب بتعزيني مش غلط لو تسأليني ولما تروحي تسمعيني بس حالتنا غريبة عم تتذكري يمكن عزوئك أو فجأة نسيتي كل شي صار أنا ما بنسى مني وعلي بس طبعا طبعا هي آخر غني عن قصتنا الغريبة شكرا ثانك يو جورج نحن في عنا ضيف جديد كمان لقطناه سبوتد على الاخر صحيح لقطناه لعادل كرم صحيح احلى مفاجاه جاي عايشتي وين عم نعمل دعايه عادي بتعمل شوبينج وهيك انه جيت ايه شريت او بعد بعد اوكي بدنا نعمل لك ديسكاونت لانه ما دونت لا ما تخافي دائما بيهتموا فيه الشباب بدنا نشوف على كل حاجة اشتريت بالآخر بس إنه كيف ثاقبت الصدفة إنه بدي أسأل كنت قالين من شوي شو صورتي مع عادل كرم وإذ ظهر عادل كرم شو بتقرب أفكارنا يعني لا بس كنت مخبأ ورا الشجرة أنت طلعت شو صورت قالين معك قالين صورت حلقة من أجمل الحلقات بمسلسل دولار دورة حلو كتير وكان متعة إنه اشتغلنا أنا وياها متعة بس في خبريهم بس عن الحملة كيف حملتي في مشهد عن جد مفروض غيب عن الوعي وقالوا لي بده يحملك عادل على الدرج بطلع فيها درج كم سبور بس من كتير خفيفة يعني ثلاث أربع طلعات مولع عليك لا بس ثانك يو بس عن جد أنا عطلتها منه منا لذيذ كتير الدرج ضيق وركدين ركب بس كان روعة على الاكسبيريونس تمام فوتبول بعدنا؟ ايه في؟ كل شيء أنا وعادل منحب التليان على فكرة ومنحب اليوفي عندنا كثير قصص إنكو لك عم بدأ تليفوني هلا هول اللي عم يحضرونا لأنه هذه خالتي عم تحضرني بالي هلا بعدين ما خالتك ما لي سوري توت نهاد سوري بس هلا بعد شوي بيرجع بيحكيك اذا بتحبي تشرفينا كمان اهلا وسهلا فيك عادل ايمتى رح بينزل المسلسل قررته او بعد واعطينا هيك بريفينج عنه شوي اللي هي صباح شركه صباح هلا عم بيتفاوضوا مع جهه معينه ما رح نسمي مين لانه ما لي حق ان شاء الله يعني انا بتمنى هذه الشركه يصير يتم التعاون معه وإذا تم التعاون معه بكون هذا تاني تعاون لإلي معه ما حذرنا أنا حذرت ما بعرف إذا ما رح أقول مين نأخذ الجوابات على الإنستغرام أوكي. إذا بتحبه فبتمنى إيه إن شاء الله بس ليه اسمه دولار؟ لأنه هو من جزئين أول جزء اسمه دولار والجزء الثاني اسمه مليون دولار أوف أوكي هو قصة أنت أكيد ما شفت الشيء هو دولار بعد ما هو... بأول هي فكرة إنه دولار عم نلحقه طبعاً أنا والحبيبة قلبي أمل بشوشة البطولة هو ولحقين الدولار في محل بيوصل لعند ألين على الكاتبة ألين وهونيك بيصير شو اسمه الدولار عم بينطي من محل لمحل حلو لحقين الدولار
هيدا من واقع الحياة بفتكر 100% 100% المسلسل إخراج إخراج الرائع سامي البلقاوي كتابة وهيك بدي أجرب أسحب منك كتير من المعلومات هلا قليل بتقلي يعني ما صدقت تلقطت فيه خليني كفي الشوبي خليني كفي الشوبي لا عنا دركك كفي الشوبين مرسي كتير لأنه حياتي أنا انبسطت مرقت لعنا thank you أنا انبسطت فيكم وبدي لكم ينعاد عليكم وبون فات للجميع جورجي حبيبي أنت قلونا بحبك كتير وينعد عليك كمان ان شاء الله بتكون سنه خير وسكسي اكثر بعد امبارح كنت عم بحضرك مع تنبؤات ميشيل حايك حبيت سعيد لما يطلع شيء بنسعي بنسعي بعد في بكره اذا بتحب تشرفنا كمان هيك كبسه على الاستوديو هيك بيحلم مثلا بيقعد ببر جيبي له سيرته هيك بصير باللوعه بكون يمكن يمكن يجي يجيب سيرتك هو لحاله يو نيفر نو بقى بكره على شاشه الام تي في ثانك يو عادل باي باي بنرجع لكن لضيوفنا كيف كان التعاون مع عادل كتير حلو على فكرة عادل شخص كتير جدي يعني هذه شغلة كتير حلوة لأنه بروفيسيونال كتير يعني عسات رغم الصداقة ورغم أنه أنا بعرفه وبحبه كتير بس هيك فارد جدية معينة وهي شغلة كتير مهمة بعتقد أنه نحن بحاجة لإلها بيشتغل بمسؤولية بيشتغل بمسؤولية بيبقى مركز على دوره بس متى ما فات على المشهد في شغلة بدي أقليك لأن أنا كان عندي مشهد طويل معه بيعطي من قلبه للممثل اللي مقابله بيعطي الهمك بالكادر مش أنه باله بس بحاله أنه لأنه هو بطل العمل واو. أنا هين تبهت لك كان كتير حريص على كل تفصيل كان بيتعلق فيه ومن قلبه كان عم يعطي حتى وقتها كان أوف كادر بتحس انه نفس الانرجي عم يعطيها وجوده على السات كان فيه جديه فظيعه يعني انا شفت وجه اخر لعادل بس الفظيع بعدين فعلا فعلا كيفك انت والتمثيل جورج معقوله يعني شي يوم او بلش شي يصير عروضات سوري انا بحس بيلبق له كثير على فكره من طريقه كيف بيغني وكيف بيوقف على المسرح هلا انا دارس اخراج سينمائي كمان فحكما انت بتعرف تعمل ديركسيون دكتور اكثر ما انك تمثلي بس بحكم كمان المسرح وجودك على المسرح كمان عندي اياها انه بعيش الكاركتر اوقات انا عم بغني الاغنيه عفويه يعني بتطلع فبحس منها صعبه بس بس مزبوط عندك البادي لانجويج كثير قوي يعني ببين بال انتربريت قال شغله جورج رانيا انه مش موجود عندنا بالشرق الاوسط كثير قليل الفنانين يلي هن انتربريت مثل المغنيين باوروبا او بامريكا بيعيشوا القصه بيعيشوا الحاله اذا ما كانت بكونتكست مسرحيه غنائيه فكثير مهمه هالشغله انه بينبسط المشاهد كمان انه بيعيش ال بس ما في شك انه يوما ما ممكن مثل بس مش وقتها هلا في مشكله ثانيه بس سوا. انا بحب اقول ثانك يو لجورج قسيس اللي دق معي غنية تتذكري ولشار القماز كمان منيح ذكرتني يعطيك الغنيه من كلماته والحان الاصليه يعني ومن توزيع جورج قسيس نفسه وينه جورج قسيس جورج قسيس اختفى انا كمان بدي ادعيكم تضلوا معنا بس بدنا نشوف بيروبورتاج فورنيتشر لا او دور من عايشتي نحن بأيشتي هوم سوليوشن بسكشن الأوتدور هلا البراند هي راوش الديزاينر هو أندريا راوش كل شيء بيستعملوه هو بالأوتدور كله هاي دنسيتي بولي بروبيلين بيستعملوا جلاس رينفورس باي بلاستيك وألومنيوم هني معروفين أكثر شيء ببيع البلاتفورم البلاتفورم اللي هو الكورنر عندهم أكثر شيء بينبيع كمان مستعمل بجلاس رينفورس باي بلاستيك وماش كفر الماش اللي هو بيجي ووتر بروف في عندك كمان بيستعملوا هن الستينلس ستيل والألومنيوم الألوان تبعهم بيستعملوه هن جراي ووايت فيك تلاقي عنا دايننج تيبلز سايد تيبلز كافي تيبلز كورنرز صوفا أرم تشيرز بار ستولز بار تيبلز بيستعملوا هن ستينلس بيستعملوا فروستد جلاس السيت اب كلها بتنحط برا على التراس كله ووتر بروف ضد الشمس ضد الهواء ما بيصير لهم شيء ومعهم جارنتي موجوده اكسكلوسيفلي بس بايشتي هوم سوليوشن اليوم اخر يوم رح نتلقى اتصالاتكم لتشاركوا بها اللعبه وتحضروا سعر بعض الايتمز اللي عم نختارهم من ايشتي هوم سوليوشنز مين على الخط رقم التليفون هو 04 717 716 اكستنشن 100 واكستنشن 200 في عنا ثلاثة ايتمز رح نبلش اول شيء بهيدا مين معي على الخط؟ على بونسوار مرحبا مين معي؟ معك ابتسام هاي ابتسام هاي من وين عم تتصلي؟ فيري جود نعد عليكم يا رب ميرسي وعليكي
ابتسام يوم لعلق يعني عن جد حظنا حلو نطلع معكم على الهواء. حظنا حلو انه سمعنا صوتك ابتسام. هيدا الكيتشن ايد هو ميكسر للبيت للبيستري ميد ان امريكا معمول بالولايات المتحده نوعيه جيده هيفي ديوتي لكن شوي ريترو ديزاين على الطريقه القديمه 3.5 لترز وفيك تتحكمي بالسرعه من هون لتزيدي او تنقصي السرعه. ابتسام الكرونومتر رح يبلش بعد شوي وين بتحب تبلشي؟ شو السعر اللي بتعطيه لهالايتم؟ $450 اعلى 600 اعلى 800 اوطى 700 اعلى 750 اوطى 740 اوطى ب 735 اعلى 739 صح ابتسام مظبوط مبروك عليك هديه قيمه من عند Aishti by the sea نايس اوكي هذا كان اول ايتم معنا غير اغراض كمان اتصلوا وحاولوا تشاركوا وتربحوا جوائز من عند Aishti. الايتم الثاني رح طلع هون يا حب I have a phone رح سلم هيدا thank you very much ومعنا اتصال الو بونسوار هاي مين معنا ناتالي وي بون اني لكم جميعا ولك كمان لالي كمان ميرسي كثير ناتالي من وين عم تحكينا بيروت من بيروت ناتالي الايتم الثاني هو سامسونج A9 اوكي كمان موجود هون ب Aishti by the sea اكيد سامسونج A9 2018 السبيكس الحلوين بهالتليفون انه في اربع كاميراز للبعيد للقريب للفلو بالباك جراوند لياخذ صور حلوه هذا الشيء هون هو الفينجر برينت لتقدري تتحكمي بالتليفون اكيد شاشه غير شكل ستورج 128 جيجا بايتس 6 جيجا من الرام و 6.3 انش سوبر اموليد ديسبلاي يعني ديسبلاي كثير حلو عم بعطي سبيكس لتعرفي تعطي السعر ريدي فيك بس تساعدني شوي اللي كثير ناطره على التليفون اوكي اوكي 1200 لا بلشت 200 اعلى 1200 لا اوطى اوطى 900 اوطى 875 700 اوطى 600 اوطى 550 500 اعلى شوي من 550 560 570 اعلى شوي اي 575 580 اوطى من 500 شوفي وقت ما في وقت 576 77 579 مزبوط ناتالي مبروك ينعاد عليك ان شاء الله تكون السنه كلها حلوه وربح واشياء حلوه انا برايي خلينا نكمل الاتصالات بس بعد البريك هيدا السريع بعد في عندي ايتم رح لكم شو هو هيدي الكاميرا تلفنوا على 04-717-716 واحذروا سعر هالكاميرا واربحوا كمان جايزة بعد فاصل إعلاني عودة لكريسمس فيليج لايف من Aishti by the sea اليوم الحلقة الأخيرة وهيدا الأيتم الأخير يلي رح تلفنوا وتحاولوا تحذروا سعره في جادجتس كتار على فكرة هون بـ Aishti Home Solutions وأنا بنصحكم تجوا تعملوا برمي على قليلة على الأسعار لأنه في أسعار جيدة جدا وفي أسعار بتنافس بركي أسعار موجودة بالسوق هذا الأيتم هو كاميرا من عند سامسونج It's a security camera, surveillance camera بركي كاميرا لتراقبوا أطفال أو pets بالبيت تعمل connection على تليفون تبعكم عبر الواي فاي وفيكم تشوفوا بـ HD quality يعني High Definition quality شو عم بيصير فيها built-in microphone وفيها حتى سبيكر يعني اذا انتم على التليفون عم بتشوفوا شيء فيكم تحكوا تبعتوا رساله ومن الكاميرا بيطلع حكي اذا عم بتراقبوا مثلا باتس اطفال او شيء ثاني وفيكم تبرموا اللينس وتبرموا الكاميرا لتغيروا الاتجاه اللي عم بتصور فيه فجريت فيتشرز شو سعر هيدا الايتم مش كثير على فكره خلينا ناخذ اول اتصال الو مين معي على الخط الو اهلا هاي وي بونسوار ينعاد عليك الاسم بليز ميرسي عليك الي إلي أوكي إلي هذا هو الأيتم عطيت سبيكس تبعه وصفته شو رأيك يلا وين بتحب تبلش 150 أكتر مش كتير 155 من عم تحكينا إلي ما تكون ورانا شي محل هون مبروك مبروك لألك كمان
تحصل على جائزة قيمة من عند Aishti by the Sea. Thank you لكل يلي اتصلوا بهالفترة. حلقتنا اليوم مكملة، رح ننتقل لعند رانيا للميدل يعني للسنتر تبع Aishti مول، حيث بعد في عنا ضيوف، في جورج وألين بعضهم موجودين. خلينا نشوف شو عم بيصير عندهم. Thank you Albert. نحن هون عم نقرر شو الأغاني اللي بدنا نغنيها ومين بده يغني شو. آه جورج قال جا دغري بدك هلا تغني لنا. أمل بجورج أسيس هونيك عم بيدق بيانو. أوكي. يا عاقد الحاجبيني. شو قصدك حدا منا نحن؟ لا. شفته جائر. قصده حدا عاقد الحاجبين. هو. آه جائر أوكي إذا لألك أوكي. جورج خوفنا شوي، نحن مبسوطين بوجودك هلا. لعبنا موسيقى هيك بس تفوت الأمور. جورج كنا عم نحكي شوي وكمان مرق عادل كرم وحكي عن الحظ وعن التنبؤات وعن تعرف الناس بحبوا هيك بأول السنة يعرفوا حظهم. بتآمن بالحظ جورج؟ هذا سؤال لكم اثنيناتكم بس على فكرة يعني. كل شيء في حظ بالحياة يعني، كل خيار ممكن تعمليه عندك 100 حظ 100 probabilities تنقيها، فدائما هي قصة حظ أكيد. بس هي قصة خيار قبل الحظ يعني. بس بآمن بالخيار الصح قبل ما الواحد يتكل على الحظ، ما بتصور شيء منيح. وأنا ولا مرة بحياتي شاري لا ورقة لوتو ولا ورقة يا نصيب، بتصدق يعني ما بعرف. بس أكيد كل شيء في حظ بالحياة أكيد، كل شغلة. بس أوقات بنحس إنه في أشياء هيك حظ عاطل، بنقول شو رأيي؟ أنا كتير بحس فيها. بس ما بتحس بالحظ المنيح؟ بلا كتير. لكن هي فرص، هي فرص. نعم. في عندك نسبة يعني معينة بين الشغل اللي بتعمليه وبين الفرص اللي بتقدم لك وقد بتستغليها. نعم. وهون يمكن الحظ بيجي بيلعب دور، بس أكيد في شيء اسمه حظ. بس مثل ما قال جورج يمكن مش كل الاتكال بس على الحظ. بس انه موجود بلا. المسرح الغنائي وين حاليا ألين؟ المسرح الغنائي نحن بنزعل عليه لأنه بلبنان مكلف المسرح الغنائي وبده شغل وبده مجهود وبده فريق عمل وبده انتاج، والانتاج مش متوفر لانه بيعتبروها يمكن مغامره او مخاطره. نحن نجحنا ببنت الجبل الحمد لله، ثاقبت انه توفقنا فيها كثير، بس بدك يجي عمل بضخامه بنت الجبل لنقدر نعمل مسرح غنائي. نحن صرنا جاهزين لنسمع. بتحب نغني عاقد الحاجبيني وبنرجع بنكمل مع الديو؟ بترجع بتلحقك ألين برندح معه هيك، بترندح معه وننشان مع الديو يعني من هون لهونيك ولا بروح لهونيك؟ تفضل مثل ما بترتاح، لأنه عقد جبينه جورج أسيس عصب علينا. يا عاقد الحاجبيني على الجبين اللجيني، يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجيني، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، قتلتني مرتين يا عاقد الحاجبين. تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني، تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني، وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني، وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني، ولا أذنت لعيني يا عاقد الحاجبين، يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجيني، يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين، قتلتني مرتين يا
إذا الحاجة بيني. خليك جورج، خليك وتفضلي لأنه محضرين لنا ديو لغنية من أحلى الأغاني على قلبي أنا شخصياً. طال السهر وليالي العيد نامت عكتف وغنانينا يا رايحين بعيد بعيد تبوس كيرو ليالينا. طال السهر وليالي العيد نامت عكتف وغنانينا يا رايحين بعيد بعيد تبوس كيرو ليالينا. دق القمر على باب الدار طلوا علينا الحبايب أهل المحبة كتار كتار كل الحبايب قرايب. دق القمر على باب الدار طلوا علينا الحبايب يا رايحين كبار صغار تبوس كرونا ألين لحود جورج نعمه ميرسي لزيارتكم. هيدي كانت الحلقه الاخيره من كريسمس فيليج. الاطفال اللي شاركوا معنا بوقت الغنيه رح يحصلوا على كادويات اكيد من ايشتي باي ذا سي رانيا عم تقدم لهم اياها. نحن بدنا نشكر رانيا وانا اكيد اول شيء كل فريق عمل ام تي في واستوديو فيزيون على هالايفنت اللي عملناه، بس كمان ميرسي ل ايشتي وتيم ايشتي اللي ساعدونا ولبسونا واهتموا فينا وكانوا كمان هيك عم بيكونوا مهتمين فينا كل الوقت وعم بيلبسوا. حسيت حالي موديل انا اخر شيء ما انت موديل رانيا. ثانك يو لكم، ثانك يو لالين وجورج، وبدنا نتمنى لكم سنه كلها حب وراحه بال ونجاح. باي باي، هابي نيو يير.